عندما انتشرت المسيحية في مصر انتشرت كالنار في الهشيم. أنا المصري المسلم بيجي في مكان زي ده أحس بالتواصل مع الله. كان عظمة اللي موجود في دير الملاك ميخائيل. مهندس اللي قام بهذه الكنيسة ربط الطقس بالفلك بالكتاب المقدس. أنا أدعو الجميع التزود بالمعرفة للذات المصرية نظراً للأهمية التراثية والتاريخية والأثرية لهذا المكان، وهي امتداد لما عملوه وقاموا به أجدادنا الفراعنة. عشان كده احنا قدمنا العمل ده علشان نعرض باستفاضة تفاصيل المكان. أهلاً بكم في بين التلين.